السلام عليكم. كنت كنجبد واحد الكيكه وجدات غدا العيد. مبروك عيدكم، الله يتقبل لينا وليكم. راكم عارفين شويه ديال الحلويات انا ما جيتش نهضر لكم على الكيكه ولا نهضر لكم على اش جات العيد. الاخوه انا جيت نهضر معكم على واحد الاخ اللي جا المغرب. واش جا المغرب توريست؟ واش جا المغرب يصدق بلادنا على الراس والعين؟ المغرب بلاد مفتوحه لاي واحد في العالم، الحمد لله. الناس كيجيو يصوننا على المحتوى، عطا الله بنادم كيصور مع راساتو وياكل ويشرب ويشوف الكرم ديال المغاربه ويتهلاو فيه ويعاملوه مزيان. ولكن الخوت هاد خونا هذا، هاد الاخ يماني، انا اللي شفت هاد الفيديو ما عجبنيش حيتاش انت جيت بدات تسول في بنادم واش الامازيغ اللي كثار اولا العرب اللي كثار في المغرب. شكون انت باش تسولنا هنايا شكون اللي كثير في المغرب، واش العرب ولا الامازيغ؟ علاش تسول هذا السؤال هذا؟ انت واش جاي دير محتوى في المغرب؟ ودخل في سوق جيبك صاحبي وجي مرحبا بك، دير محتوى ديالك. وباش تدخلنا في الشبوقات ديالنا هنا لا سي. حاجه اخرى المغاربه، هذه ميساج ليكم المغاربه، ماشي اي واحد كيجي عندكم لبلادكم تهضروا معاه باللغه ديالته هو، اولا تحاول انت تعصر وتزير ما نعرف شنو باش انت تخرج واحد الكلمه. سيدي هضر معاه بالدارجه المغربيه، حنا عارفين باللي حنا كنفهموا بزاف د البلدان وهما ما كيفهموناش. اش الدارجه ديالتنا المغربيه في شكل صعيب عليهم. تهضر بلغتك هي الاولى، تبدا تشوف هذا الاخ هذا ولا هذه الاخت ما كتفهمكش باللغه ديالك انت اللي هي الدارجه المغربيه، هذيك الساعه تحاول تشرح ليه باللغه ديالته هو. وهذه الخطرة ماشي عنصرية نهائيا، الحمد لله حنا كاملين اخوت، حنا كاملين مسلمين. هذه باش ما يمشيش بنادم غلط. انا غير تنقول انا كمغربي في بلادي نهضر بالدارجة المغربية اللي هي اللغة ديالي. كيما كنمشي حتى انا لمصر كنلقى واحد مصري كيهضر معايا بالمصرية اللي هي اللغة ديالو، تمشي للسعودية كيهضر معايا باللغة ديالو، كنمشي لزنجبار كيهضر معايا باللغة ديالو. الحمد لله كنا مغاربة، طنجة القويرة مغاربة. حنا واش حنا عاد واحد 2024 واحد غيجي من قرطه هنا ويجي من ما عرفت فين جاي يبدا يسول فينا هنا واش شكون اللي كثار هنايا؟ وشي بعض المغاربة حتى هما شي أجوبة عندهم صاحبي براني باش يجي يسولنا هاد الأسئلة، يسولني هاد السؤال نقول له ودي أنت أش دخلك أنت في هاد الشيء؟ لا راه مغاربة كاملين الحمد لله، من طنجة القويرة كيما بحال السوسي بحال الشمالي بحال الصحراوي بحال الريفي، كنا بحال بحال. ما كاينش الفرق بيناتنا، كاملنا كتجمعنا بلاد وحده، رايه وحده، عندنا مالك واحد، هادشي اللي كاين. سولني شي حاجه ثقافيه، سولني شي حاجه اللي باغي تعرفها انت على هاد البلاد مرحبا بك. تدخل ليا في الشبوقه، تدخل ليا انت في وسط، بدا يدير ليك الفتنه في البلاد بحال هاد النوع. الاول الفيديو قلت مرحبا باي واحد على الراس والعين، وشحال من واحد عايش في المغرب وبخير وعلى خير ومعزز مكرم. ولكن واحد بحال هذا يجي يدير لك الفتنه في المغرب، الله سي. هاكوني الغين. السلام عليكم.